عمرو موسى قناة سي بي سي. أنا سؤال لحضرتك عن قصور الثقافة. قصور الثقافة بتمثل أهمية كبيرة في المحافظات المختلفة، بنشوف بناء الإنسان وبناء الوعي وتشكيل الوعي. كان في تراجع نسبي لدور قصور الثقافة خلال الفترة اللي فاتت، عايز أعرف استراتيجية حضرتك لإعادة الحيوية لقصور الثقافة، خاصة مع التوجيهات الرئاسية ببناء الإنسان والتنسيق المشترك بين الوزارات المختلفة في هذا المجال. شكرا. شوف، قصور الثقافة من الهيئات الحقيقة موجودة على الأرض في جوه مصر، وده لا يتسنى لعدد كبير جدا من الهيئات او القطاعات اللي موجوده جوه الدوله انها تبقى موجوده منتشره بهذا الكم الكثيف جدا. احنا تقريبا بنتكلم في 580 قصر ثقافه وبيت ثقافه منتشرين في محافظات مصر كلها. الحقيقه ان دي قوه دافعه كبيره جدا، لكن هي المشكله فيها الاساسيه في عمليه التنسيق ما بينها وبين بعضيها. هي متقسمه لاقاليم وقطاعات، ودي حاجه محتاجين اعاده نظر تاني ليها. محتاجين كل قصر ثقافه تقريبا ياخد استقلاليه معينه بحيث ان هو يقوم بنشاط فني او نشاط ثقافي مستقل عن القصر اللي جنبه، وبالتالي بيكون له مردود افضل بكتير جدا على النشاط جوه هذا القصر. دي نقطه تانيه خالص. لكن الاساس في القصر الثقافه كمان عمليه التوعيه بان الناس، احنا بالفعل في انشطه لكن هي مش ملموسه على الارض، وده الحقيقه محتاج مننا كمان تطوير في المنتج نفسه المقدم جوه قصر الثقافه. يعني يكون بيه درجه من الجاذبيه المعينه انه يرجع تاني، يكون قادر على جذب المتلقي عنده انه يرجع تاني لقصر الثقافه. قصور الثقافه الحقيقه خليني اكون واقعي معاك جدا، مش هيتسنى ليها لوحدها انها تقوم بنفسها، لكن احنا بدانا نعمل خطه في التعاون مع وزاره الاتصالات، بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، التعليم العالي، الشباب والرياضه كمان، بحيث ان هي نبتدي نعمل زي تعاون بيني ما بيننا وبين بعضينا عشان نقوم القصور ديت كمان مع بعضينا، خصوصا حاجه زي الشباب والرياضه كمثال. احنا عندنا شباب الرياضه عندهم مراكز شباب كتير جدا موجودين في نفس المكان اللي فيه قصور الثقافه، فممكن التعاون البيني منهم يرفع جدا الكفاءه بتاعت القصر وفي نفس الوقت المركز الشباب. عندنا جامعات اقليميه موجود فيها قصور الثقافه ديت، وعندها مكاتب كبيره جدا لعمليه التوعيه وعمليه الخدمات التدريبيه للعاملين، فاحنا بنفكر كمان جديا ان تكون جزء من عمليه التطوير، تطوير الكفاءه البشريه نفسها اللي جوه قصور الثقافه. فهي الحقيقه هيتسنى ليها التطوير بمحورين اساسيين، البنيه البشريه نفسها او الكفاءه البشريه والبنيه التحتيه لقصر الثقافه. عندنا طموح كبير جدا ان ده باذن الله هيحصل طفره في القريب العاجل، لكن محتاجه طبعا صبر، محتاجه استراتيجيه، محتاجه تفكير غير نمطي للخروج بقصور الثقافه ديت عشان تدي دورها التنويري تاني في هذه المناطق.